ممكن نروح للكابتن جميل. ناصر عباس نساله برضه يمكن يقول لنا حاجه. يا كابتن ناصر ازي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدينك ومتابعينك ومتابعين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يخليك يا كابتن. طبعا للنجوم الكبار الكابتن الكبير كابتن ماهر همام والكابتن كابتن ناصر. اهلا بيك يا كابتن محمد حشيش. قبل بقى ما تقول لي على اي حاجه انا بس بهنيك الاول كابتن اسلام. الله يخليك يا كابتن. الف مبروك على الاداء الرائع الرائع بجد مش مجامله، وبحييك وبحيي فريق العمل اللي موجود معاك بتقدموا لنا من فتره وجبه دسمه عن كل العناصر مش بس عن كره القدم. ربنا يوفقكم دايما كده ويشوفك دايما كده يا رب على الشاشه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، ولكن عايزين بقى العنصر الاهم اللي احنا لسه ما اتكلمناش عنه خالص لسه بادئين فيه دلوقتي. نصايح للبار. عايزين بكره يعني ان شاء الله اللي انا عرفته ان الحكم من جواتيمالي ماريو اسكوبار معاه مساعدين من جواتيمالا وحد من جامايكا، الحكم الرابع من بولينيزيا الفرنسية، والحكم الفار الكندي داريو فيشر. ايه رأيك في هذا الطاقم؟ تمام. خليني بس في البداية كابتن اسلام هقول لك لان هذه البطولة بطولة كبيرة، الاتحاد الدولي بيسعى دايما لان هو أيوة. يكملها حتى كمان في عنصر التحكيم. اولا هو تم اختيار 7 حكام في الهوم فيلد يعني حكام في ميدان اللعب، وتم اختيار 7 حكام لتقنيه الفار و12 حكم للحكام المساعدين. طبعا هذا الحكم اللي هو ماريو سكوبار من جواتيمالا ده عنده فرصه كبيره، بس انا بقول حاجه مهمه كابتن، طبقا للاحصائيات اللي موجوده والاختيارات اللي عملها الاتحاد الدولي للحكام. ايوه الراجل ده عنده فرصة كبيرة جدا جدا كابتن اسلام ان هو يدير المباراة النهائية. وده طبعا بالحسابات اللي محطوطة. ده بدري كده؟ اه. ما هقول لك ليه؟ اتفضل. هقول لك ليه كابتن؟ اتفضل. أولا احنا عندنا من آسيا الحكم الإماراتي محمد عبد الله. تمام. من آسيا ما كانش ينفع ان هو يدير لقاء الأهلي والدحية. مظبوط. عندنا كمان من السنغال من أفريقيا عندنا ماجيتي ناداي ونفس الشيء ما عندوش فرصة ان هو يلعب هذا اللقاء. نفس الشيء الحكم الكبير اللي هو من هولندا داني ماكيلي ده حكم اكيد هيلعب مباراه في النصف النهائي، يعني ده مفيش هزار لان ده حكم من افضل الحكام اللي موجودين في اوروبا ومصنف طبعا في النخبه الاوروبيه. ايوه. هروح لهذا الحكم زي ما قلت لحضرتك هو عنده فرصه كبيره لاداره المباراه النهائيه. عنده الدوافع وعنده الهدف وعنده الامكانيات اللي ممكن تقدر تخليه يوصل للمباراه النهائيه. هذا الحكم طبعا زي ما يمكن الكل عارف ان هو 34 سنه و مش صغير شويه يا كابتن الدولية. يعني لسه كنت هقول لك انا لفت نظري وانا بقرا المعلومات عنه ان هو يعني 34 سنه، هل ده بعتبره صغير ولا كويس؟ كابتن اسلام ده انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ومن خلال قناه النادي الاهلي عاوز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. لما نقول ان ده 34 سنه يعني هو دولي تقريبا من 7 سنين يا كابتن اسلام. أيوة. يعني هو كان عنده تقريبا 27 سنه وهو حكم دولي. بقاله 7 سنين في الشاره الدوليه. خلي بالك هو مش محظوظ لسبب، لان هو لو محظوظ كان ما يقفش قدامه الحكم المكسيكي اللي هو سيزار ارتورو راموس، الحكم ده مصنف في امريكا الشماليه وبيروح كاس عالم. لو مش قدامه هذا الحكم اللي هو المكسيكي ده كان مر وكان راح كاس عالم اللي هي اللي فاتت. هو صغير جدا، وده اللي احنا بنقوله من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا يجب ان احنا في اختياراتنا للحكام الدوليين نبتدي ندور على سن اللي هو 22 و23 سنه ندخلهم القائمه الدوليه عشان يبقى عندنا حكام تقدر ان هي تمثل مصر في البطولات الخارجيه. ايوه. هرجع تاني لماريو بقول لحضرتك هو يمكن 34 سنه ما لعبش مباريات كثيره قوي يا كابتن اسلام، ولكن هو يمكن ادار مباراتين في كاس عالم الناشئين تحت 17 سنه اللي هي اقيمت في 2019. الاتحاد الدولي دايما لما بيجي يحط حكام في البطوله الكبيره بيبتدي يجربهم في البطولات الصغيره اللي هي زي 2017 2019 اللي هي كانت في كندا. هو قدم مردود كويس جدا جدا في البطوله ديت وبالتالي تم اختياره. بس انا شايفه محظوظ يا كابتن بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان هو لو لعب اول مباراه بشكل جيد وهي المباراه الاهم يعني صاحب الارض وال اللي هو فريق الدحيل والنادي الاهلي صاحب الشعبيه الكبيره في افريقيا وفي العرب، وبالتالي لو عمل مباراه جيده زي دي اعتقد ان هو بالعكس يبقى محظوظ لانه حضرتك بتقول ان هو ممكن جدا يصل للمباراه النهائيه.
انا بقول لحضرتك وباكد كلامي يا كابتن اسلام كلامك لانه محظوظ كمان لان الترتيبات والتعيينات هي هتخدمه كابتن اسلام. أيوة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مش هيبقى ليه دور في الادوار اللي هي في نص النهائي، يعني نص النهائي هو مش هيبقى ليه دور لان هو مش هينفع ان هو يلعب للاهلي، الاهلي لو صعد مش هينفع يلعب الاهلي وبايرن، كذلك الدحيل لو صعد مش هينفع يلعب للدحيل. هنروح الناحيه الثانيه هتبقى في مباراه ما بين امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه وبرضك مش هيقدر يحكم فيها. اذا هو عنده فرصه في ان هو يدير النهائي. انا بقول كابتن هو الحكم بيملك القدره على التوقع الجيد والقراءه الجيده لطرق واساليب اللعب دي. أيوة. هو بيتميز بيها. عنده كمان لياقه بدنيه عاليه جدا كابتن اسلام، هو بيستغلها في تنويع اسلوب الجري، بيستغلها في عنصر التحمل السرعه والسرعه القصوى. أيوة. وفي الكونتر اتاك بتلاقيه متواجد داخل. طيب تنصح اللاعبين بكره بايه يا كابتن بما ان حضرتك عارف يعني التاريخ الفني لهذا الحكم؟ كابتن هو من خلال متابعتي للحكم هو عنده نسبة اشهار البطاقات الصفراء. ايوه هو ده قصدي طبعا. كتير جدا كتير جدا لما نتكلم في 4.8 اعتقد نسبة كبيرة جدا في كل مباراة يعني يصل الى 5 كروت. هو هنا بيشتغل على الاخطاء اللي هي ما بيهزرش فيها وبيدي الاخطاء على التهور والسلوك الغير رياضي، وبالتالي انا بقول ان النادي الاهلي طبعا هو كورته نظيفة بيحترم الخصم وبيحترم الحكام، واعتقد ان هو كمان بيساعد الحكام في ان هم يأدوا بشكل كويس. بقول ان احنا كلاعيبه نبعد عن حالات استخدام التهور والقوه الزائده لان هو في حالات في هذه الحالات هو بيشهر البطاقه الصفراء، واحنا مش محتاجين كابتن اسلام في البدايه ان يبقى في عندنا لاعب يحصل على بطاقه ثم يحصل على بطاقه اخرى. تمام. اعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي طبعا هو سلوك اللاعبين فوق الامتياز، اداء النادي الاهلي بيلعب كره قدم حقيقيه مالوش فيه ان هو يلعب بالسلوك اللي هو العنيف او السلوك المشين، وبالتالي ودي هتبقى راحه للحكم. الحاجه الثانيه الاضافيه كابتن اسلام عايز اقولها ان هو بكره عندنا تقنيه الفار، وبقول تقنيه الفار فعلا بتتم تبع اتحاد دولي، هتلاقي كل حاجه بشكل متميز. اعتقد الملعب المباراه هتبقى مفتوحه فيها كره قدم، هيبقى فيه تقنيه الفار هيتساعد كتير قوي قوي الحكم في ان المباراه هتبقى سهله بنسبه كبيره على هذا الحال. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير الكابتن ناصر العباس.